مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم في برنامج حلقة نقاش. من دولة إلى أخرى يتعاقب عقد الاجتماعات ولقاء الوفود التفاوضية بحضور الوسطاء في مسعى للتوصل لتهدئة وهدنة في قطاع غزة وإيجاد صيغة لاستيعاب الشروط بين الطرفين. في قطر تعقد جولة التفاوض هذه المرة، والجدير فيها أن الوفد التفاوض الإسرائيلي منح ربما صلاحيات واسعة تقتضي بحث كل التفاصيل حتى التقنية منها، لكن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسعى له الوسطاء للتوصل إليه لا يبدو سهلا في إبرام الهدنة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع الكيان المحتل هو الماراثون الأطول والأصعب الذي يخوضه مفاوضون إسرائيليون مع فلسطينيون مع إسرائيليون. وبينما ترمي إسرائيل عينا ربما على الهدنة، تراها توجه عينا أخرى صوب معركة واجتياح رفح رغم كل الضغوطات الدولية لثنيها عن ذلك. فهل تنجح جولة قطر هذه المرة في إنتاج هدنة ولو قصيرة في قطاع غزة، أم أن اجتياح رفح لا مفر منه؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفي الكرام، من الدوحة مدير مركز القمة للدراسات الأستاذ صالح غريب، ومن جنين الكاتب والباحث الأستاذ محمد فارس الجرادات، ومن الأردن مدير مركز القدس للدراسات السياسية الدكتور عريب الرنتاوي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، رمضان مبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. قبل أن نبدأ النقاش أريد أن أذكر السادة المشاهدين الأعزاء بأن الحلقات السابقة من هذا البرنامج ومن برامج قناة المستقلة بصفة عامة متاحة لكم في صفحة قناة المستقلة في يوتيوب التي تشاهدون الآن أمامكم رابطها، ولمن فاتته الحلقات في المباشر يمكنكم إعادة مشاهدتها في الأوقات التي تناسبكم، وأحث الجميع على الاشتراك في صفحة قناة المستقلة في يوتيوب. أبدأ معك دكتور عريب الرنتاوي بقراءتك لهذه الجولة من المفاوضات في الدوحة، ونظرا ممكن للكثير من النقاط الخلافية التي تسيطر اليوم على طاولة هذه المفاوضات، وأيضا غياب رؤية للكيان الإسرائيلي واضحة لما بعد حرب غزة، هل يمكن لهذه المحادثات دكتور أن تكون الأخيرة أو الفرصة الأخيرة كما وصفت؟ يعني لا أعتقد بالسياسة أن هناك فرصة أخيرة، دائما الدبلوماسية تبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من الفرص. عندما يعلن عن انتهاء الفرص معنى ذلك أن الكلمة الفاصل هي للسلاح والسلاح فقط، وهذا بالعادة ليس خيارا سياسيا، ليس خيارا دبلوماسيا. الفجوة واسعة بين مواقف المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يريد في الحقيقة أن ينظر للمفاوضات إلا بوصفها يعني إجراء لتحرير المزيد من الرهائن أو المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، هكذا ينظر إلى مجمل الموضوع بهذا المعنى، وهو في سبيل ذلك مستعد للقبول بتهدئة مؤقتة من 6 أسابيع. في المقابل المقاومة تريد في الحقيقة ما هو أبعد من ذلك، تريد للتهدئة أن تكون توطئة لوقف شامل لهذه الحرب البربرية على الأهل في قطاع غزة، تريد انسحابا للجيش الإسرائيلي، تريد عودة للنازحين من شمال ووسط غزة إلى مدنهم وقراهم، تريد إدخال المساعدات بكثافة وإدخال مواد الإيواء أيضا، لأن عودة النازحين بدون خيم وبدون مساكن جاهزة وكرفانات وغير ذلك يبدو ضربا من المستحيل بهذا المعنى. إذن نحن أمام فجوة ما زالت متسعة. يعمق هذه الفجوة أن حكومة الشلل في إسرائيل، وغالبا ما توصف حكومات الوحدة الوطنية في إسرائيل بأنها حكومات شلل، يعني تعجز معها عن اتخاذ قرار بهذا المعنى. فإن ذهب نتنياهو إلى ملاقات حماس يعني في نص الطريق كما يقال، فإن ربما تيارا يمينيا فاشيا متطرفا سوف يسقط هذه الحكومة، وهذا ما قاله بنكفير وسموتريتش بشكل واضح وصريح، لن نسمح بإخراج من أسماهم الملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين أصحاب المحكوميات الطويلة والقادة الأسرى، ولن نسمح بإتمام هذه الصفقة، ولا نريد تهدئة تفضي إلى وقف لإطلاق النار.
وإن هو أدار ظهره أي نتنياهو لكل هذه الجهود والضغوط الدولية الأمريكية بخاصة، ربما يقامر بخسارة فريق آخر من الائتلاف القائم في حكومة الحرب، هو فريق بيني جانتس وإيزنغوت. لذلك بالعادة يعني حكومات الشلل هذه آلية اتخاذ في القرار فيها يعني آلية صعبة للغاية. حالة الفوضى التي تضرب إسرائيل ومراكز صنع القرار السياسي في إسرائيل لا تؤثر فقط على سريان المفاوضات وعلى نتائجها ومآلاتها وسرعة يعني وصولها إلى ضفاف التوافق أو التفاهم، وإنما أيضا تؤثر على سير الميدان في قطاع غزة. يعني باستثناء عمليات القتل المنهجي الذي يستهدف المدنيين والأبرياء في قطاع غزة والمرافق المدنية والصحية والطبية وغير ذلك، مع الحرب في غزة عمليا فقدت زخمها الاستراتيجي منذ عدة أسابيع. نحن لا نرى معارك جدية، لا نرى تقدم، لا نرى اجتياحات، نرى عملية قتل منهجي منظم تودي بما لا يقل عن 150 شهيد يوميا من المدنيين الأبرياء. لذلك لأن إسرائيل غير قادر على اتخاذ قرار الذهاب إلى رفح الآن، وغير قادرة على التراجع عن هذا القرار حتى الآن. والأهم من كل هذا وذاك، ليس هناك تصور واحد في إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب. هناك انقسامات كبيرة بهذا المعنى لغزة ما بعد الحرب. من سيدير غزة؟ مستقبل حماس، السلطة الفلسطينية، قيادات محلية مرتبطة عميلة، عودة السلطة، عودة دحلان، عودة إلى آخره من السيناريوهات التي لا يخفى على أحد أنها تتطاير هذه الأيام. نعم، ابقى معنا، سنعود بعد قليل ربما بأكثر تفاصيل على ربما سيناريو اجتياح رفح وأيضا السيناريوهات المقبلة. ابقى معنا دكتور، انتقل للأستاذ محمد فارس جرادات، وأجدد الترحاب بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، تستمر المفاوضات وتستمر معها معاناة ربما أهالي غزة التي نراها اليوم في شهر رمضان داخل قطاع غزة. قراءتك لهذه الجولة، وأي أمال ربما أستاذ تتعلق على هذه الجولة الجديدة التي تشير بعض التقارير للأسف ربما أمريكية وغربية أنها ربما تكون الفرصة الأخيرة؟ تحياتي لك عزيزي ولضيفيك وللمتابعين. الدوحة عنوان التفاوض الدائم منذ بدء هذه الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. بالتأكيد كل فلسطيني وعربي ومسلم وكل إنسان حر يتمنى أن تصل إلى نتيجة يمكن من خلالها وقف حرب الإبادة التي يشنها نتنياهو وهليفي وجالنت ضد أهالي غزة وأهالي الضفة الغربية، وضد هذه الحرب المجنونة التي يريد من خلالها نتنياهو تحقيق أجندته الشخصية على حساب هؤلاء الفلسطينيون وعلى حساب الإسرائيليين بالمناسبة أيضا. فالإسرائيلي يعاني كما الفلسطيني يعاني، وبالتالي هذه الحرب المستمرة ربما يكون هناك نافذة أمل عن طريق هذا التفاوض في الدوحة وما جرى في باريس وجرى في القاهرة، لكن التمني شيء والواقع شيء آخر. الواقع أن نتنياهو ما زال حتى الآن يمسك بكل تلابيب اللعبة، ما زال نتنياهو يتحكم بجانتس، يتحكم بساعة، يتحكم بسموتريتش وبكل أطراف اللعبة، ويلعب على الوتر مع الأمريكي. الأمريكي ربما هو أيضا يلعب ويحاول أن يمارس لعبة ما على الناخب الأمريكي، على هاجيل الشباب الجديد يريد احتوائه من خلال مواقف شومير وغير ذلك، وتصريحات بايدن الجوفاء التي ليس لها أي أثر على الأرض في غزة. لذلك نتنياهو في مواصلة قبضه على أطراف اللعبة في المعسكر الإسرائيلي هو يدير آلة الحرب في غزة، غير آبه حتى بهذه المظاهرات الضخمة التي تجريها المعارضة، والأهم التي يجريها أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة. لذلك الطموح بوصول هذه المفاوضات إلى نافذة أمل يبدو بعيدا حتى الآن، لأن
لأن نتنياهو والإسرائيلي ما زال مصر على مطالبه، مصر على عناده وتشنجاته، أنه لا يريد إعادة النازحين المهجرين، مئات الآلاف الذين هدمت بيوتهم وهجروا إلى الوسط والجنوب. هؤلاء يريدون أن يعودوا إلى بيوتهم المهدمة في شمال غزة، لكن هو يريد أن يضع أجندة عمر وسن 50 35 40، وهكذا. وهذا بالتأكيد لا يمكن للمقاومة أن تقبل به بحال. كيف تقبل أن يكون هناك تبادل للأسرى على أطلال شعب تائه نازح مهجر لا يجد ما يأكله في صبيحته أو مسائه؟ لذلك تبدو حتى الآن أن المعادلة الميدان هو سيد الموقف، وأنه مطلوب من الأمريكي لو كان بالفعل معني بهذه المفاوضات أن تنجح، لو كانت أنظمة التطبيع تمارس ضغوطا حقيقية على معادلة المعسكرات بمجملها الأمريكي الإسرائيلي والإقليمي، لا كان هناك نافذة أمل حقيقية. لكن يبدو أن كل الأطراف تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام وتنتظر نتنياهو ماذا يفعل. المقاومة في هذا الشأن تقوم بواجبها، تؤدي رسالتها. الشعب الفلسطيني يتحمل، وهو تحمل منذ 75 عاما، وبالتأكيد سيواصل مشواره. والإسرائيلي بالنهاية ماذا سيربح؟ ماذا سيفعل؟ معادلة الإسرائيلي معقدة بالنهاية، هو يعيش ضمن معادلة معينة، ضمن آلية معينة وهو يخضع لها. ونتنياهو في لحظة ما إذا استمر على عناده سيكسر، سواء على مائدة التفاوض أو في الميدان العسكري. طيب أستاذ صالح غريب، أجدد الترحاب بك معنا أستاذ صالح، والمعذرة إن أطلنا عليك بعض الشيء. قراءتك للمشهد أستاذ اليوم، إما في غزة أو هذه الجولات ربما من المفاوضات في عديد البلدان اليوم في الدوحة، برأيك ماذا تختلف اليوم محادثات الدوحة اليوم عن سابقاتها؟ وبرأيك أي أوراق ربما لم تلعب بعد حتى يرى مسار التهدئة النور ربما قريبا؟ نعم، أولا أهلا وسهلا، رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، وأيضا خالص التحية للزملاء معنا في هذه الحلقة. يعني يمكن قبل فترة كنت أتحدث عن التفاؤل في إيجاد هدنة، وكنا عندما نصل إلى الأمتار الأخيرة نجد رئيس الكيان المغتصب يقوم بإفشال هذه الهدنة بحكم ما ذكر الزميل، أنه هو يتدخل في كل شيء، يترك لهم التفاوض لكن في النهاية لا يقبل ما يتم الاتفاق عليه. لكن في هذه المرحلة، ويعني يمكن هي ليست المرحلة الأخيرة كما قال الأستاذ عريب، أنه يعني في السياسة لا يوجد مثل هذا الكلام، أنه فرصة أخيرة أو مرحلة أخيرة، إنما تتجدد يعني المفاوضات ويطرح فيها شيء جديد. يمكن عندما ظهر أو زار رئيس الموساد الدوحة مع الوفد التفاوضي استمر تقريبا 6 ساعات في اجتماع مغلق بين الوسطاء وبين يعني الوفد الإسرائيلي، وغادر في منتصف الليل. بدأت بعد ذلك الاجتماعات المنفصلة بين الجانبين، ويمكن أمس أعلن على أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى الوفد المفاوض في الدوحة يعني الفرصة أنهم يتحدثون ويناقشون كل الأمور. لكن هل سيوافق في نهاية الأمر إذا ما تم الاتفاق على كل هذه البنود التي وهي مقبولة، وإن كان البعض يراها أنها غير مقبولة وأنه لا يمكن أن يطبقها؟ لا، مقبولة. يعني عندما تطلب المقاومة إدخال المساعدات، عندما يطلب المقاومة عودة النازحين، عندما يطلب إيجاد مأوى لهم، أيضا الضمانات عندما يتم إطلاق سراح الأسرى لدى إسرائيل في
بهذا العدد وهذا الكم. يعني ما حدث في الهدنة الأولى العدد فاق ما تم إطلاقه منذ سنوات، يعني ويعني القبض على الطفل أو المواطن الفلسطيني بشكل مباح كما نقول. وبالتالي فإن هذه يعني هذه الهدنة هذه الاجتماعات هي طويلة، وكما قال بالأمس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري أنه هي فيها تفاؤل لكن مشوب بالحذر يعني، لكن في النهاية لابد أنه سيقبل فيها رئيس الحكومة المغتصبة في المغتصبة لفلسطين أنه لابد أن يتم الموافقة على شروط المقاومة، ولن يحقق ما هو يسعى له أو ما هو يسعى إلى أن يحققه سواء كان بإطلاق جنوده أو المواطنين الإسرائيليين الموجودين. لن يحدث ذلك ما لم يتم الاتفاق على تبادل كامل. وقطر تسعى منذ الهدنة الأولى أن يكون يعني الهدنة دائمة وليست وقتية وبتلك الشروط التي وضعتها حركة حماس. يمكن في نهاية هذا الأسبوع سوف يقوم أعتقد في يوم الجمعة سيعقد اجتماع مع الوسطاء أيضا في القاهرة مع بلينكين. أنا ما أدري يعني بلينكين يأخذ طيار طويل المنطقة ويزور وهو يعطي الجانب الإسرائيلي كل الصلاحية في القتل وفي يعني يعني الاستخدام كل أشكال القتل. لذلك يعني إحنا نقول دائما رغم أنه هو وسيط معنا في هذه المفاوضات لكنه وسيط ليس نزيها يعني، لكن كون أنه نحن نقول دائما في أبجدياتنا أنه والله إسرائيل أمريكا إذا أرادت أن توقف الحرب سوف تقفها باتصال هاتفي لهم، وبالتالي فإن إيقاف هذه الحرب بعد التوصل إلى اتفاق أعتقد أنه الآن أصبح أسهل مما كان عليه في السابق. الآن أعطيت لهم الصلاحية في التفاوض. نعم دكتور عريب سأعطيك الوقت إذا كان لديك ربما تعليق حول ما ذكره الضيفين، وأسألك برأيك فيما تختلف ربما محادثات الدوحة عن المحادثات السابقة، خاصة وأن هناك ربما عقبات. نبدأ بمطالب حماس، ربما تحديد هوية السجناء الذين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية، عدم تقسيم قطاع غزة ما يسمح لسكان الشمال بالعودة لديارهم، وهذا ما ترفضه إسرائيل. حماس تطلب وقفا شاملا للحرب وهو أيضا ما ترفضه إسرائيل. ومن هنا أسألك، هل يمكن للدول العربية لعب دور اليوم في إنجاح هذه المفاوضات؟ اليوم نتحدث عن الأردن، مصر، قطر، السعودية وغيرها، أم أن هناك ربما كواليس مخفية اليوم يعني لا نراها؟ يعني دعني فقط أن أوضح نقطة أعتقد أنها في غاية الأهمية. يعني درجة العادة أن نقول بأن نتنياهو يخوض حربه الشخصية في هذه المرة، وأنه وحده يعني من يريد إطالة أمد هذه الحرب. يعني هذا في جانب صحيح، ولكن نتنياهو بسلوكه هذا إنما يعكس رأي أغلبية المجتمع الإسرائيلي. علينا أن ندرك أن ما يقرب من ثلثي المجتمع الإسرائيلي ما زال يريد لهذه الحرب أن تستمر، وأن تستمر لتحقيق الأغراض التي حددها نتنياهو، وهي تصفية حركة حماس، تحرير المحتجزين، الإفراج عنهم بالقوة الغاشمة، عدم السماح بأن يصبح يعني قطاع غزة يعني منطلقا لأي تهديدات للأمن الإسرائيلي مستقبلا. هذه تكاد تكون يعني قضايا موضع إجماع في الطبقة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية. ربما هناك بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن كيفية فعل ذلك. الأهم من كل هذا وذاك أن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود غالبية متماسكة إسرائيلية ما زالت تدعم الاستمرار في الحرب، هذا أولا. حتى أن هناك غالبية أكبر تطالب بفتح جبهة الشمال بالمناسبة، والإسرائيليون الرأي العام الإسرائيلي يعني يريد فتح جبهة الشمال مع حزب الله. لماذا هذه الملاحظة مهمة؟
لأننا نتحدث عن مجتمع منذ 20 عاما أو يزيد ينجرف بشكل منهجي منظم نحو التطرف الديني والقومي، نحو الفاشية والعنصرية البالغة ضفاف في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الآن في قطاع غزة. إذن نتنياهو لا يخوض فقط معركة شخصية، وإنما يخوضها بالنيابة عن مجتمع انجرف بعيدا وعميقا في التطرف الديني والقومي، لأنه نخطئ إن ظننا أن المشكلة مع نتنياهو بهذا المعنى. حتى المظاهرات التي تظهر يعني هي بالمناسبة محدودة في عددها وعديدها، صح مستمرة وأحيانا تأخذ منحا عنيفا وتشتبك مع الشرطة بهذا المعنى، ولكن دعني أذكر المشاهدين والإخوة المتحدثين، عندما كان هناك معسكر سلام في إسرائيل قبل 30 عاما، اذكروا أيام الاجتياح الإسرائيلي لبنان، يعني المظاهرات في تل أبيب كانت تعد 400,000 متظاهر كانوا يخرجون إلى الشوارع في تل أبيب، عندما لم يكن تعداد سكان إسرائيل اليهود يتجاوز 5-6 ملايين بني آدم. الآن يعني زاد هذا العدد، ومع ذلك أكبر مظاهرة بنحكي عن 10 أو 15 ألف، هذا عندما يكون هناك حشد كبير بهذا المعنى. مشكلتنا مع هذا المجتمع الذي ينزاح، مع هذا الرأي العام الذي يبدي فاشية وعنصرية، وليست مع فريق يقال أنه إذا خرج نتنياهو الآن من الحكم لأي سبب من الأسباب ربما تفتح أبواب الحلول السياسية والتهدئات وما بعد الحرب وحل الدولة، هذه كلها أكاذيب، هذه كلها أباطيل، فالحذر الحذر. هذه المرة المفاوضات جوابا على سؤالك تختلف عن سابقاتها، هناك زخم دولي كبير يدفع باتجاه التهدئة، هذا لم يكن موجودا في الجولات السابقة بهذا الحجم يعني وبهذا الزخم. تقارير الدولية تحذر من الكارثة ليست القادمة، الكارثة القائمة حاليا فوق رؤوس النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة. هناك زخم كبير، الإدارة الأمريكية بأمس الحاجة لهذه التهدئة، حظوظ بايدن وحملته الانتخابية، حملة يعني لست ملتزم أو أنا غير ملتزم، التي يعني أسقطت 100,000 ورقة في صناديق الاقتراع في ولاية ميتشيغان تحت عنوان غير ملتزم بانتخاب بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، هذا أمر مقلق. زخم حملة ترامب يثير قلق وخوف عند بايدن بهذا المعنى، له مصلحة ولحزبه مصلحة خاصة في وقف هذه الحرب على الأقل في إطار التهدئة. وأمريكا الآن تشترح بدائل لمعركة رفح، سنتحدث عنها عندما يفتح هذا الملف. إذن الفرق الرئيسي والجوهري هذه المرة أن هناك زخما دوليا ربما سيصعب على إسرائيل مقاومته بهذا المعنى. صحيح أن واشنطن لم تنطق حتى الآن بالكلمة السحرية وقف شامل ونهائي لإطلاق النار، ولكنها تقترب من هذه النهاية وتقترب من يعني من النطق بهذه العبارة التي طالما ما طلت فيها. العرب للأسف صديقي العزيز، العرب للأسف يعني هذا ما حابيت أسألك. طيب تفضل، حابيت أسألك على العرب، تفضل. يعني العرب أخذوا قرارات يعني باستثناء البيانات النارية ولم تعد نارية بالمناسبة، يعني يمكن في بداية الحرب كان هناك موسم بيانات وإدانات واحتجاجات وتحركات دبلوماسية، هذا لم نعد نراه الآن، يعني هذا لم نعد نراه الآن. العرب والمسلمون اتخذوا في قمتهم الطارئة قرارا بكسر الحصار على قطاع غزة، ومع ذلك لم تدخل شاحنة واحدة بدون موافقة أمنية إسرائيلية، لم يخرج مريض سرطان واحد، وبالأمس أعادوا 20 مريض سرطان يعني كان ينبغي أن يخرجوا للعلاج أعادوهم بدون فيش موافقات أمنية. في الحقيقة لا يوجد ضغط عربي حقيقي، هناك لغة عربية، أحاديث عربية، مناشدات، مطالبات لم تعد تثير يعني قلقا عند أحد بما في ذلك الإدارة الأمريكية. العرب قالوا لبلينكين في بدايات هذه الحرب لن نتحدث معك بكلمة واحدة عما بعد الحرب على غزة قبل أن توقف هذه الحرب. العرب الآن يذهبون إلى القاهرة ومعهم مشروع استراتيجي بعيد المدى له علاقة بالسلطة وترتيباتها والحكومة ومسار إلى حل الدولتين وغير ذلك، فيما القتل اليومي ما يزال مستمر في قطاع غزة، الجوع ما زال يفتك بأطفال غزة ونسائها، العطش، المرض وغير ذلك. حتى هذه المواقف العربية التي بدت يعني صلبة في بدايات هذه الحرب تم التراجع عنها، والآن هم يبحثون مع بلينكين ما يريد بحثه دون ما اشتراطات قاسية من نوع
لا تأتي قبل أن تأتي بوقف إطلاق نار، لا تأتي إلى المنطقة ولن نستقبلك في المنطقة إن لم تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لا تأتي إلى هنا وستكون كل العلاقات مهددة قبل أن توقف هذه المذبحة بهذا المعنى. هذا زمن يبدو ولا ولن يعود على مستوى المنظومة الرسمية العربية، ولذلك إسرائيل تستفرد بأهل غزة بالمقاومة بالشعب الفلسطيني، لذلك واشنطن تجد أن لديها متسع من الوقت لقول ما تشاء وفعل ما تشاء دون ما خشية من أي إجراء فعلي عملي عربي واحد. طيب أستاذ محمد فارس، ربما إذا كان عندك تعليق أو تعقيب حول ما سمعته، لكن خليني أسألك، هل يمكن ربما تعليق الكثير اليوم من الأمال على الانقسامات والخلافات وممكن الاعتراضات التي نتابعها داخل إسرائيل، والتي يرافقها أيضا موقف أمريكي ربما مختلف، حتى جيك سوليفان يتساءل عن كيفية عودة حركة حماس إلى مجمع الشفاء مرة ثانية، هناك تشكيك حتى ما يجري على الميدان. وأيضا السؤال الثاني، ربما رأيك اليوم، هل يمكن للعرب اليوم هذه المرة أخذ دور ريادي لنفع غزة؟ المعسكر الإسرائيلي هناك انقسام عمودي وأفقي، هناك شرخ حقيقي تحقق منذ التغلب على القضاء، تحقق منذ أصبح للصهيونية الدينية كتلة في الكنيست تعتادها 14 عضو كنيست، هذا غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان، أن يتغلبوا على القضاء على المحكمة العليا. ثم يأتي اليمين، غلاة اليمين ليس فقط يمين الوسط، ليتحكم في تلابيب اللعبة الديمقراطية في الكيان العبري. نعم، هناك مراهنة حقيقية على مزيد من الانقسام في المعسكر الإسرائيلي، وبالتالي انهيار هذا المعسكر من داخله. نتنياهو الذي يحصل في نتائج الاستطلاعات فقط على 18 عضو كنيست ليس أكثر، في مقابل جينتس الذي يحصل على أكثر من 35 عضو، هناك إجماع في استطلاعات الرأي على هذه النتيجة. إذن لماذا الشارع الإسرائيلي المؤيد للحرب حسب ما تفيد هذه الاستطلاعات بأغلبيته، لماذا هو منقسم بهذه الطريقة حول نتنياهو؟ نعم، طريقة إدارة نتنياهو للحرب هي المشكلة وليس في الحرب بذاتها، لكن هناك في التفاصيل، والشيطان كما يقولون يكمن في التفاصيل، هناك في التفاصيل أن أغلبية الشارع الإسرائيلي مؤيد لأولوية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. هذه الأولوية ضمن معادلة الميدان وضمن اشتراطات المقاومة هي بالتأكيد تؤدي إلى نهاية الحرب. لذلك هذا هو جوهر الخلاف حول نتنياهو، وأن نتنياهو هو الوحيد تقريبا من إلى جانب نتنياهو في المعسكر الإسرائيلي يؤيد أولوية الحرب على أولوية إعادة الأسرى. بالتأكيد هناك البعض ربما جالانت ساعة، ولكن الخلاف بين جالانت ونتنياهو خلاف عميق جدا، رغم جنونية جالانت وشعاراته وهستيريته، إلا أن المعادلة في داخل الكيان العبري أن هناك انقسامات ويختلفون في كل شيء، هناك الحكومة في واد والجيش في واد. عندما تصبح حكومة دولة الكيان في واد وجيشها يتعرض للهجوم الدائم من هذه الحكومة، وبالتأكيد هناك حالة من التشظي والانقسام، والهجوم على المدنيين الفلسطينيين، حرب الإبادة المتواصلة بهذه الطريقة هي انعكاس لأنهم كما قال أحدهم ربما رئيس الموساد، أنهم منذ 7 أكتوبر وقعوا في أسفل حفرة ولا يعرفون كيف يخرجوا منها. لذلك الهستيريا التي نجدها في هذا المجتمع، في هذا المعسكر بكل تموجاته السياسية والفكرية، هي تذهب باتجاهات دائمة، رغم أن هناك أغلبية بالتأكيد تؤيد الحرب مع غزة، تؤيد الحرب مع لبنان، ولكن هذه الموجة في تأييد الحروب هي انعكاس للصدمة، للاهتزاز العصبي الذي ما زالت أصداءه تتفاعل في داخل هذا المعسكر، وليس نتيجة قراءة سياسية أو قراءة في إدارة الحرب أو وعي لطبيعة الميدان. لذلك الحديث الأمريكي عن مشكلة نتنياهو، الحديث الأوروبي عن مشكلة نتنياهو لها ما يؤكدها،
لأن نتنياهو عندما يبعث الرئيس الموساد وثم ينحي جانتس من موضوع البت في قضية التفاوض في الدوحة، هو بالتأكيد يريد لهذه المفاوضات أن لا تأتي بنتيجة، فيما لو سألنا كل أطراف معادلة هذا المعسكر حتى في داخل حكومة الكيان العبري باستثناء الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريتش، فإن الغالبية العظمى تؤيد أولوية العمل على إطلاق سراح الأسرى من خلال التفاوض، لأن الأسلوب العسكري بالنسبة فشل. للعرب بالنسبة نعم. للعرب نعم، العرب يا سيدي يستطيعون أن يفعلوا الكثير لو أرادوا، لكن مصر أم الدنيا تستطيع أن تفعل الكثير لو أرادت، لكن هل هي تريد؟ هنا هو السؤال، ها هو السؤال القاسي. الأردن تستطيع أن تفعل، السعودية تستطيع أن تفعل، لكن حتى تركيا وقطر بيدهم أوراق لعبة يمكن أن يمارسوها ويضغطوا على الأمريكي ويضغطوا على، ليس فقط اليمن لوحده يضغط، ليس فقط لبنان لوحده يضغط، وحتى محور المقاومة بيده أوراق أخرى يمكنه أن يضغط من خلالها لوقف حرب الإبادة على غزة، لكن العرب لا يفعلون شيء، بالعكس الأردن يسقط مسيرات تأتي من العراق، السعودية الإمارات والأردن يسمحون بمرور خط بديل عن إيلات لإيصال الغذاء لمن؟ للجيش، معظم الخضروات والفواكه تصل من تركيا وتصل من الأردن، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يقتات على ما تنتجه البساتين العربية والإسلامية لكي يواصل جريمة القتل وحرب الإبادة الجماعية في غزة وفي جنين وفي طول كرم، لذلك العرب بيدهم أوراق كبيرة جدا إن استخدموا بعضها، ليستخدموا 50% من هذه الأوراق، ولا نقول ما فعله فيصل في السعودية في أو ما فعله عبد الناصر أو غيرهما، يستطيعوا أن يفعلوا الكثير، ولكن هل يفعلون ذلك؟ لا يفعلون، لأن قيادة هذه الأنظمة مرتهنة، الأحزاب السياسية ليس فقط الأنظمة، الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية في العالم العربي محنطة في ثلاجة، لا يفعلون شيء، لا يستطيعون أن يوقفوا بعض إمدادات الغذاء للكيان العبري، لا يستطيعوا أن يخرجوا في تظاهرة حقيقية ضد السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ماذا يفعلون ضد السفارة الأمريكية؟ لذلك الحديث عن العرب في هذا الزمن عندما نختصره أو نختزله بالزعامات فالناتج بالتأكيد ليس صفر وإنما سالب للأسف الشديد، لكن أين الأحزاب السياسية؟ أين التيارات الفكرية؟ أين المؤسسات العملاقة؟ بالتأكيد هنا يكون السؤال، وليس فقط سؤال الشعوب، سؤال الشعوب والعلماء وسؤال مر لا يقل أهمية عن سؤال الأنظمة التي تتابع هذه الإبادة بحالة من التواطؤ وليس فقط الصمت. طيب سؤال مهم، سؤال مهم صح يعني أستاذ محمد، عندنا يعني قرابة نصف عام من المأساة في غزة ونحن نبحث عن إجابة لهكذا أسئلة. خليني أسألك أستاذ صالح، لماذا لا نرى دور عربي أكبر أيضا تركي إيراني، خلينا يعني نقوله أيضا يعني حول ما يجري، وكأن حسب عديد المتابعين كل هذه الدول لعبت دور الحياد فيما يتعلق ممكن بغزة، إن لم نقل دور يعني أنها أصبحت يعني تتماشى مع إسرائيل أكثر من غزة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما الذي يمكن أن تقدمه اليوم الدوحة بغض النظر يعني إن نجحت هذه المفاوضات لتحقيق هدنة أم لا؟ تفضل. أنا أولا أتفق يعني مع ما ذكر الأستاذ عريف فيما يتعلق بالدور العربي، وأيضا نجد أنه الآن الدور العربي أصلا يعني متفق مع يعني حتى في الإعلام العربي أو بعض القنوات العربية نجد أنه يعني يلومون حركة حماس بما قامت فيه في 7 أكتوبر، وأنه ما كان في داعي أن تقوم بهذه العملية، هذا في الإعلام العربي مع الأسف وفي بعض القنوات العربية، حتى المواطن الآن في بعض الدول العربية بات يسيء إلى المقاومة وإلى حركة حماس وإلى ما يحدث في غزة، وأنه هذا يعني ما جنوا هم بأنفسهم على أنفسهم. لذلك خلني أبدأ من القمة العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وكان هناك في قرار
على الأقل بمثل ما ذكر سابقا كسر الحصار وفتح المعبر المصري. يعني يمكن قرار محكمة العدل الدولية يعني الآن لماذا لا يطبق بالشكل الذي صدر فيه، ويعني يعطي صلاحية لمصر بافتتاح المعبر دون الرجوع إلى إسرائيل. لكن مع الأسف، وأنا آسف أقول مثل هذا الكلام، إنه هذه الأنظمة العربية هي متواطئة مع الكيان المغتصب، يعني سواء كان الذين لديهم سفارات أو طبعوا مع هذا الكيان، أو على الأقل نكاية في حركة حماس كونها حركة إخوان مسلمين. وهذه الدول أو غالبية الدول العربية سواء كان القريبة من غزة أو بشكل عام يرون أنه لابد أن تباد جماعة حركة الإخوان المسلمين وأن لا يكون لهم وجود، كأن فقط الموجودين في غزة هم كلهم جماعة إخوان مسلمين. يعني هذا أمر حقيقة مؤسف أن يكون الموقف العربي بهذه الصورة وبهذا الشكل، ولا نتحد مع ما نشاهده من قتل وتدمير للبنية التحتية، وأن يعيش المواطن الفلسطيني بهذا الذل بهذه المهانة. وأيضا مثل ما ذكر الأستاذ محمد، يعني قضية أنه فتح المعابر إلى الذهاب إلى إيلات من أجل إيصال المواد والمواد الغذائية إلى تمر تأتي من الأردن أو من تركيا أو من الدول الأخرى عبر ميناء منفذ بري بحري يصل إلى إسرائيل. لذلك يعني كعربي أنا لما أسمع مثل هذا الكلام وأشوف مثل هذه، يعني لعل المشهد الذي صور في الشاحنة التي أتت من الأردن إلى ومحملة الطماط وما شبه ذلك، لذلك يعني هذه المواقف. لكن مع ذلك الشعب الأردني ذهب إلى الحدود وحاول منع هذه القوافل أن هي تذهب إلى المعبر. أنا أعتقد يعني الشعوب العربية منقسمة أيضا الآن ما بين مواقف حكوماتها ضد جماعة إخوان المسلمين وضد حركة حماس تحديدا، والطرف الآخر ومؤيد لحركة حماس أو للمقاومة بشكل كامل. في الدول العربية لا يمكن أن نعول عليها أن تقوم بدور، لأنه أيضا كراسيها يعني معتمدة على البيت الأبيض، يعني تعتمد بقائها على البيت الأبيض، وبالتالي القرار ليس في يد الأنظمة العربية، القرار في البيت الأبيض. وبالتالي فإن إذا لم تملك قرارك فإن لا يمكن أن يكون لك دور أو لا يمكن أن يكون لك قرار. طيب بالنسبة للدوحة بالنسبة للدوحة ما الذي يمكن الدوحة بغض النظر هدنة أو غير هدنة؟ نعم، الدوحة يعني هي تسعى حقيقة مع الوسطاء ومع أيضا المجتمع الدولي سواء كان الأمريكي أو الدول الأخرى في ما يقوم به من زيارات معالي وزير الخارجية القطري لحشد. على فكرة هذا القرار كان قد صدر في القمة العربية بأنه تشكل لجنة وزارية من المسؤولين العرب، فإنهم يذهبون إلى المجتمع الدولي لشرح، خصوصا المؤتمر عقد في بداية يعني في 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 البداية، فكان قرار إنه يذهبون ويعني يتحدثون مع المجتمع الدولي حول هذه المسألة. لكن مع الأسف لم يطبق هذا القرار ووعد في مكانه، وبالتالي فإن قطر هي تلعب الآن الدور يعني، وأيضا لديها تتهم من قبل الكيان المغتصب بأنه هي يعني أنا أذكر كنت في إحدى القنوات وطلع معي واحد من الأمريكان فيتحدث أنه قطر محامية لحركة حماس وهي التي تدعم حركة حماس وهي التي تشجع على الإرهاب.
ولا يرى يعني ولا يرى ما يقوم فيه الجيش الصهيوني في غزة من قتل ومن تدمير، لا يرى أنه هذا هو الإرهاب، لا يرى أنه هذا هي الإبادة الجماعية. لذلك أنا أعتقد أنه قطر تحتاج أيضا إلى مساندة عربية، موقف عربي، نتخلى عن كل الأيديولوجيات اللي لدينا سواء كان إخوان مسلمين وغيرهم، لكن على الدول العربية أن تتقف على تقف مع قطر لدعم موقفها فيما يتعلق بالمفاوضات والوصول إلى هدنة دائمة إن شاء الله. طيب دكتور عريب، كل ما تحدثنا عنه وكل ما نتابع هذه الأحداث والتطورات، لكن في نفس الوقت نرى حسب تصريحات نتنياهو إصرار ورغبة كبيرة في خوض معركة رفح واجتياح رفح، هذه المعركة التي تقول إسرائيل أنها بموجبها ستكون قادرة على القضاء على حماس. نعم. برأيك إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ هل ذاهبون يعني إلى اجتياح رفح لا محالة، أم أن هناك ربما بعض المفاوضات يمكن تحيل يعني دول الحدوث هذه؟ ما الكارثة إن صح التعبير، لأن هذا المريض الأخير للاجئين اليوم؟ تفضل. يعني قبل أن أجيب دعني أمر سريعا على ثلاث ملاحظات. لا يمكن أن يكتمل الحديث عن الموقف العربي مما يجري في غزة دون التوقف عند موقف السلطة الفلسطينية بوصفها جزء من النظام الرسمي العربي. والحقيقة أنه كان لدى السلطة ما يكفي من الأوراق لقلب الطاولة على رؤوس اللاعبين، ولكنها آثرت المضي يعني في مسارها السابق للسابع من أكتوبر، آثرت الاستمرار في رهاناتها البائسة على المشاريع الأوسلوية بما فيها التنسيق الأمني، جلست في مقاعد الانتظار على أمل أن تنتهي هذه الحرب باقتلاع حماس توطئة لعودتها إلى قطاع غزة، كبحت جماح الضفة الغربية عبر سياسات التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بهذا المعنى، رفضت أن توفر شبكة أمان للمقاومة من خلال الذهاب إلى بناء مرجعية فلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بما يشمل حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية الأخرى، أقدمت على تشكيل حكومة من جانب واحد في مسعى للإطاحة بنتائج حوارات موسكو بهذا المعنى، ورفضا للنداءات بإعادة بحث وإحياء منظمة التحرير وإدماج جميع الفصائل فيها. كل هذه السياسات في الحقيقة كانت بمثابة طعنة لإجلاء لغزة وأهلها وصمودها ومقاومتها، واستحقت معها السلطة غضب الشعب الفلسطيني. وآخر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أظهر تدنيا غير مسبوق بالذات في شعبية الرئيس عباس إلى حد 2 أو 3%، لا أذكر بالضبط الرقم ولكن بهذه الحدود. هذا موقف يجب أن يتظهر كذلك قبل أن نلوم السعودية وقطر وتركيا وإيران وسنغافور وغيرها. علينا أن نرى ماذا يفعل هؤلاء في رام الله بشكل أو بآخر. النقطة الثانية سيدي، دعونا يعني لا نستمر في الحديث عن حماس بوصفها ذراعا للإخوان المسلمين وقوة طليعية للإخوان المسلمين وفرعا من فروع الإخوان المسلمين. حماس قدمت نفسها منذ عدة سنوات بوصفها فصيل من فصائل حركة التحرر الوطني الفلسطينية بمرجعية إسلامية بهذا المعنى. وحماس حتى في روايتها لما جرى في 7 أكتوبر قدمت نفسها على هذا الصعيد، وفي حوارات يعني تمت مع قيادة حماس خلال هذه الحرب في أكثر من عاصمة استمعت منهم مباشرة إلى مثل هذا التعريف الذي تقدمه حماس لنفسها. فلا ينبغي أن ننساق وراء محاولات شيطنة حماس من خلال القول فقط بأنها ذراعا إخوانية وطليعة مقاتلة لجماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بأجندات ليس من بينها المشروع الوطني الفلسطيني. هذا افتئات لا ينبغي أن يمر سواء عن حسن نية أو يعني عن تصيد. ملاحظة صغيرة أريد أن أمر عنها عليها مرور الكرام، وأنا يعني أتابع هذا المشهد المؤسف في الحالة العربية. يعني لست راضا عن أداء أي دولة عربية بالمناسبة، ولكن أن يكون المكتب السياسي لحماس في الدوحة أعتقد هذا أمر يسجل لقطر وليس عليها. وأنا لا أعتقد أن هناك عاصمة عربية واحدة، وأتحدى ذلك
وأعني ما أقول، لا توجد عاصمة عربية واحدة بمقدورها الآن أن تفتح ذراعيها للمكتب السياسي لحركة حماس، ولا أريد أن أذهب في مزيد من التفاصيل. أما بخصوص معركة رفح، هم يريدونها، نتنياهو يريدها، المعارضة في إسرائيل تريدها، كل الأطراف تريدها. السؤال له علاقة بالتوقيت والكيفية، بمعنى هل نذهب مباشرة إلى معركة رفح ونرتكب يعني مجزرة دموية لا تقارن معها كل المجازر السابقة، وتستحق إسرائيل بهذا المعنى كل اللعنة وكل العزلة وكل الإدانة وكل التنديد على المستوى الدولي، وتدفع أكلاف ذلك من علاقاتها بحواضنها الغربية بالذات الولايات المتحدة، أم أن الأمر بحاجة ربما لمقاربة من نوع جديد؟ الآن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توزيع السكان المدنيين، قد تستغرق ليس أسابيع بل عدة أشهر. هناك الأمريكيون يتحدثون أيضا عن خطة لإعادة توزيع المدنيين، يتحدثون عن بديل للاجتياح الشامل، سلسلة من العمليات الموضعية التي تنتهي بتصفية قادة حماس. هذا الهدف ما زال مقدسا عند الولايات المتحدة، ويكرر صبح مساء بلينكين، سوليفان، كيربي، بايدن، كل لا أحد يتحدث بغير هذه اللغة. هم يريدون الذهاب. إسرائيل تدرك أن ما لا يقل عن 10,000 مقاتل فلسطيني في منطقة رفح، هؤلاء وحدهم كفيلون بإدامة جدوة المقاومة في القطاع أيا كانت نتيجة هذه المواجهة. هم يريدون أن يذهبوا بعيدا في هذا المجال، ولكنهم يدركون أيضا المصاعب ليس فقط السياسية والدبلوماسية والإنسانية وغيرها. يدركون أن معركة رفح لن تكون نزهة قصيرة، وأنها لن تقل في خطورتها وأن أهميتها عن معارك غزة وعن معارك الشمال وعن معارك خان يونس. يعني نحن نتحدث عن عاصمة الأنفاق الفلسطينية يعني في قطاع غزة رفح، ونحن نتحدث عن قوات نخبة من كل الفصائل الفلسطينية بالذات القسام في رفح، ولذلك هي ليست معركة قصيرة. تدرك الولايات المتحدة ذلك ولا تريد أن تتحمل فاتورة الدم الفلسطيني بهذا المعنى، ولذلك هي تجترح البدائل. والآن هناك وفدان إسرائيليان، أحدهما اتجه والثاني في الطريق إلى واشنطن للبحث في هذه الخيارات والبدائل، يعني مستشار الأمن القومي، وزير الشؤون الاستراتيجية، وبعد ذلك جالانت مع لويد أوستن حول هذا الموضوع. طيب، واضح، وصلت فكرتك دكتور علي. اعذرني على المقاطعة لأن ضيق الوقت، خليني أعطي فرصة للضيفين وأنهي معهما. أستاذ محمد فارس، رغم ما نراه من يعني عدم ترحيب دولي وأمريكي بما يقوله نتنياهو حول اجتياح رفح، هناك اليوم إصرار، دعنا نقول في تصريحاته، وحتى أصبح يتحدى في صديقه بايدن حول اجتياح رفح. برأيك إلى أين ذاهب الأمور؟ اجتياح رفح قادم بالتأكيد، والخطط الأمريكية الإسرائيلية على قدم وساق لهذا الاجتياح. محاولة الأمريكي بروزة أو تهذيب أو تقديم هذا الاجتياح عبر الحديث عن آليات أخرى بديلة لهذا الاجتياح هو واقع عن اتفاق على المبدأ، خلاف على التفاصيل. هذا الاجتياح قادم لأن كل أطراف المعادلة الفلسطينية والعربية والدولية كلها ما بين متواطئ أو عاجز أو ما بين رافض، لكن ضمن حالة من الرفض لا تمنع هذا الاجتياح. لذلك نتنياهو بإصراره على اجتياح رفح يريد أن يقول أن الكتائب الأربعة التي تبقت في رفح تم الإجهاز عليها، وبالنهاية يمكن من خلال ذلك أن يقوم بإحلال كيان بديل، إدارة بديلة ما زال يحلم بها. لذلك هو يصعد الهجوم على مجمع الشفاء للقضاء على أي أثر محلي لإدارة المساعدات، لإدارة شؤون الناس في ظل هذه الجائحة وحرب الإبادة. الأطراف مجتمعة كما ذكر الدكتور عريب، حتى الطرف الفلسطيني في رام الله ماذا يفعل، ماذا قدم، هو مثله مثل غيره من منظومة التطبيع العربية، يمارس حالة الارتهان ويؤدي دورا بالعكس على المستوى الإعلامي، هو يقف في وجه المقاومة. ما جرى بالأمس في جنين ربما تابعه العالم، كيف أن السلطة تطلق النار على المتظاهرين وهم يحملون جثامين الشهداء.
لذلك المراهنة يبدو أن الفلسطيني وكل حر ليس لم يتبقى أمامه سوى الميدان لمواجهة هذا الاجتياح القادم في رفح لتسعير وتصعيد حالة المواجهة مع هذا الكيان. إن بقيت الأمور ضمن الرتابة الحالية، نعم هناك انسداد في وجه الإسرائيلي، لكن أيضا بالمقابل الانسداد أمام القوى الضاغطة لوقف حرب الإبادة هو أيضا سيد الموقف. لذلك يجب تغيير أدوات اللعبة ووسائلها للوصول إلى منع مزيد من الإبادة ومزيد من الدم الفلسطيني. نعم، أختم معك أستاذ صالح غريب، ولو تسمح في دقيقتين لأن شرفنا على نهاية الحلقة، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟ هل ما زال أمل في هدنة ولو مؤقتة أم أن اجتياح رفح لا مفر منها؟ مثل ما ذكر الأستاذ محمد، يعني قضية التخطيط لاقتحام رفح أو اجتياح رفح قادم، لكن إذا ما تم التدخل سواء كان من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الأمريكي الذي سوف يزور المنطقة مع نهاية هذا الأسبوع، وأيضا اجتماعات الدوحة، ماذا ستصبي لاجتماعات الدوحة خلال الفترة القادمة، يعني الأسبوعين القادمين؟ يعني لا شك أنه ستكون حبلة بالقرارات التي تتعلق سواء كان بالهدنة أو بفشل هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة أخرى. لكن لازلت يعني متفائل بأنه طالما أعطي الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة الصلاحية للتفاوض، فأعتقد قضية الأعمار والأسماء و الذي قد الذين قدمتهم الأسماء التي قدمتها حركة حماس إلى المفاوض القطري ومن ثم إلى إسرائيل للموافقة عليها، أعتقد أنه يعني لا يمكن التراجع عنها. هذه الأسماء مطلوب إطلاق سراحها والتبادل حول الأربعين شخصية من الجانب الإسرائيلي والعدد الذي حدد من الجانب الفلسطيني. أنا أعتقد المرحلة القادمة إن شاء الله لا يأتي العيد إلا والهدنة بدأت، ويعني بدأنا في مرحلة الترتيب لمرحلة دائمة إن شاء الله. نعم، شكرا لك أستاذ صالح غريب، مدير مركز القمة للدراسات، كنت معنا من الدوحة. شكرا جزيلا على المشاركة، وأيضا الشكر موصول للأستاذ محمد فارس جرادات الكاتب والباحث، كنت معنا من جنين. شكرا أستاذ محمد على المشاركة معنا، وأيضا شكرا لك دكتور عري برنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معنا من الأردن. شكرا لك، شكرا لكم ضيوفي الكرام على المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أريد أن أذكر السادة المشاهدين الأعزاء بأن حق الرد في قناة المستقلة مكفول لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير، وأمامكم العنوان الإلكتروني للتواصل مع قناة المستقلة لطلب حق الرد. ومن جهة ثانية أذكركم بأن الحلقات السابقة من هذا البرنامج ومن برامج قناة المستقلة بصفة عامة متاحة لكم في صفحة قناة المستقلة في يوتيوب، والتي تشاهدون الآن أمامكم رابطها. ولمن فاتته الحلقات في المباشر يمكنكم إعادة مشاهدتها في الأوقات التي تناسبكم، وأحث الجميع على الاشتراك في صفحة قناة المستقلة في يوتيوب. شكرا لكم ضيوف الكرام مجددا، وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في متابعات أخرى على قناة المستقلة. إلى اللقاء.